مرحبا بكم في قناة تحفة يوبا. بداية، باتت رئيسة حزب العمال والمرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة لويزا حنون أكثر المغضوب عليهم من طرف النظام الإماراتي، والأخيرة تصريحاتها مؤخرا لم تأتي فيها بأي جديد، بما أن الرئيس عبد المجيد تبون سابقا كان هاجم حكام الإمارات محذرا إياهم من التمادي في التطول على الجزائر ووضع لهم حدا، وحذرهم أيضا من محاولة الاستمرار في ضرب المصالح والتورط في خراب دول عدة. كان الرئيس بون أطلق تصريحاته المدوية حينها دون تسمير الإمارات. أما لويزا حنون التي تعمدت ذكر الإمارات في الاجتماع الأخير أمام أنظار الرئيس بون، وحتى وصفها للإمارات بالكيان، وأطلقت تصريحات مدوية وثقيلة، لكن ورغم تلك الخرجة منها لم تجد ذلك التأييد والتهليل الذي كانت تنتظره من الشعب الجزائري، لأن أصلا الشعب الجزائري ضد الأخيرة وأصلا ضد ترشحها، كما كانوا فرحوا سابقا قبل سنوات عند إبعادها. الأخيرة تركها الرئيس بون حسب مراقبين تكمل كلامها بمبدأ حرية تعبير عندما هاجمت الإمارات وليس بناء موقف وطني. على تصريحاتها فهي أصلا محاولة ركوب الموجة فقط. حاليا خرجتها حسب فئة واسعة من الشعب الجزائري، واضح أنها مجرد استعراض ونفاق لتحاول كسب الشعبية ولتستميل الشعب الجزائري ليصوت عليها في الانتخابات الرئاسية بمناسبة ترشحها للانتخابات الرئاسية، رغم أن أغلب الشعب الجزائري ضد ترشح حنون. وأشار مواطنون لتنقل الأخيرة وعدم جرأتها على انتقاد فرنسا مقلدة الرئيس بون فقط في رده على الإمارات، ولم تقلده في مهاجمته لفرنسا وردعه لماكرون ورفضه دعوات فرنسا للزيارة التي ألغاها وأجلها في أكثر من مرة. وكان اتهم الرئيس بون فرنسا أيضا بتهم ثقيلة ومعلقة للعلاقات معها، في حين لويزا حنون قلدته في الشق المتعلق بالإمارات دون فرنسا، لأنه حسب منتقديها بمواقع التواصل طبعا تحاول البروز وكسب شعبية، ومن جهتنا هي أصلا لا تتجرأ على انتقاد فرنسا لأنها حسبهم مدللة النظام الفرنسي الذي كان دفع عليها عند حبسها، فهي حسبهم تخدم أجندات علمانية فرنسية خالصة. أعلن الشعب الجزائري في أكثر من مرة رفضهم لمبادئ وأجندات لويزا حنون، وكانوا طردوها سابقا من الحراك، وأكدوا أنه من المستحيل مهما فعلت ومهما حاولت الاستعراض والتهريج لن يصوتوا لها ولو بقيت لوحدها فوق أرض الوطن، مطالبين إياها إن كانت فعلا وطنية وتهمها مصالح الجزائر ألا تهاجم فقط الإمارات بل تهاجم أيضا النظام الفرنسي وماكرون الذي يعادي الجزائر ونقض كل الوعود التي قدمها للجزائر، سواء حول الاعتراف بالذاكرة وتقديم تنازلات وتعويضات. فالرئيس بون هاجم ماكرون وفرنسا ورفض زيارتهم قاطعا الطريق على أغلب الشركات الفرنسية التي باتت منبوذة وأغلقت أغلبها بعد أن استبدلهم بشركات من دول حليفة، وهو الذي له قرارات صارمة ومواقف عدة ضد فرنسا وقطع النفوذ الفرنسي، في حين لويزا حنون حسبهم سببها هو تريد فقط ركوب الموجة عبر مهاجمة الإمارات، ولا يزال الشعب الجزائري متمسك من موقفه منها ويرى أنها لها مبادئ وأجندات من المستحيل أن يقبلها الجزائريون، ولن تستطيع خداعهم بهذه العودة الاستعراضية، مجمعين على أن التصويت لن يذهب أي أحد لها وطلبوا بإخراصها، مع العلم أن الأخيرة ممنوعة من دخول الإمارات وباتت في قائمتهم السوداء جراء تصريحاتها. وأصلا الأخيرة ليس لها شخصية رئيسة لقيادة البلاد، وأن تلك المواقف صعبة عليها وكان عليها أن تفعلها مثلا من قبل وليس بعد أن قلب الرئيس بون طاولة على كل من حاول ضرب مصالح الوطن العليا، بعد رفض وتصدي الرئيس بون لمحاولة الإمارات شراء شركة ناتورجي ودخول الشراكة مع سوناتراك، خطوة إماراتية مفاجئة من بنزيل للقاء الرئيس بون ويتخلى عن النصب. بداية وبعد أن أفشل الرئيس بون محاولة الإمارات للاستحواذ على شركة ناتورجي الإسبانية الشركة لشركة سوناتراك الجزائرية بالنصب في الغاز الذي تشتريه إسبانيا ب 49% نحو إسبانيا، تراجعت إسبانيا كما هو معلوم بسبب تهديد الرئيس بون بقطع الغاز فورا. حاليا الإمارات قامت بخطوة مفاجئة وتنازل كبير لمحاولة إقناع الرئيس بون لترك الصفقة تتم، لكن مع ذلك لم ترد لمحاولة إقناع الرئيس بون بترك الصفقة تتم، فبعد أن ضخ أكثر من 24 مليار دولار والاستعداد لدفعها مقابل ناتورجي، الآن يريد استحواذا صغيرا على الأقل والدخول بشراكة مباشرة مع سوناتراك عند شراء ناتورجي بنسبة أقل وليس بالنسبة بخصوص الغاز الموجه لإسبانيا. لكن تفاجأ بإصرار الجزائري رغم محاولة الشراكة والزيارة والتهدئة، ويعلم أن تهديد الجزائر لناتورجي وإسبانيا هي العائق الوحيد أمام الصفقة، لذا يحاول إقناع الطرف الجزائري بهذه التنازلات دون جدوى وإلى غاية الآن، حيث تدرس الشركة الإماراتية الطاقة والهوليدينغ الإسباني كريتا كيشا الاقتسام بالتساوي أسهم شركة ناتورجي الإسبانية للطاقة وخاصة الغاز في حال نجاح عملية الاستحواذ،
لكن ما زال سوق المال والأعمال الإسبانية ينتظر موقف حكومة مدريد بحكم الطابع السياسي للعملية ورد فعل الجزائر بإعادة النظر في صفقات الغاز مع هذه الشركة حتى التلويح بورقة قطع الغاز تماما على إسبانيا. وأوردت جريدة سينكولياس المختصة في الصحافة الاقتصادية وجود مباحثات بين كريتا كيشا الإسبانية وشركة الطاقة الإماراتية من أجل اقتسام 50% من أسهم نتورجي. وتعلم جيدا الجزائر أن الإمارات إن استحوذت بشكل كامل على هذه الشركة ستصبح شريكة بالنصف لشركة سوناتراك الجزائرية، تحديدا في كل الغاز الذي ستبيعه الجزائر من الجزائر إلى إسبانيا عبر شركة سوناتراك الجزائرية. ومنذ إعلان الشركة الإماراتية شراء حصة كبيرة من الشركة الإسبانية ارتفعت أسهم الأخيرة بنسبة 20% خلال الشهر الأخير. وتوجد عوامل سياسية ومالية تؤخر عملية الاستحواذ، وتعد كريتيريا كيشا أكبر مساهم في ناتورشي بما يفوق 26% من الأسهم وتريد الحصول على 30% على الأقل، بينما تريد شركة الطاقة الإماراتية شراء أسهم باقي المساهمين، وخاصة شركات أمريكية تريد مغادرة الشركة الإسبانية ومنها بلاك روك، وتأخذ حكومة مدريد بعين الاعتبار موقف الجزائر التي لا تحبذ دخول الإمارات في رأس مال ناتورشي كمساهم رئيسي بالنصف. ونقلت رويترز منذ أيام فرضية تهديد صادرة عن السلطات الجزائرية بإعادة النظر في تزويد إسبانيا بالغاز كليا. الجزائر تتصدى وتفاجئ الإمارات بخرشيص قوية ومنع وفودها من الوصول لأدخان أمه. وهكذا أقنع رئيس بون إسبانيا بعد تهديده لسونشيز وبن زايد يعترض. بداية الجزائر تحسم بشكل شبه كامل إفشال محاولة الإمارات شراء شركة ناتورجي التي تعد من أهم وأكبر شركاء شركة سوناتراك الجزائرية، خاصة وأنها شركة بالنصف مع الجزائر في أنبوب ميرغاز وتشتري سنويا كميات ضخمة من الغاز. هذه المرة التهديد الرسمي، وكشفت صحف إسبانية عن مفاجأة جديدة حول منع اتفاق الجزائر مع سونشيز على خطط لإفشال محاولة الإمارات الاستحواذ على ناتورجي، خاصة بعد أن أكدت الجزائر لحكومة سونشيز بأن بيع الشركة للإمارات يعني قطع كل الغاز الجزائري عن الشركة وإلغاء للاتفاقيات، وأن إسبانيا ستدخل في أزمة غاز غير مسبوقة. لهذا فرغم دخل رئيس الإمارات عبر شركة طاقة حسب مصادر إسبانية حوالي 24 مليار دولار لإتمام الصفقة، مع ذلك لم يقدر، بما أن سونشيز القرار بيده وليس بيد سوق المال والأعمال الإسباني الذين حاولوا تمرير الصفقة وأقنعهم بن زايد مع مغريات الإمارات الكثيرة والأموال الضخمة لهم التي تضخها وتضغط بها لتشتري ناتورجي. فسونشيز امتنع ويتماطل، بل وحسب مصادر إسبانية يرفض طلب الإمارات لأنه من جهة لو قبل طلب الإمارات سيخسر الغاز الجزائري مع تهديدات بقطعه فورا، ومن جهة يخسر أحد أهم الشركات الإسبانية التي تعتبر همزة وصل بين الجزائر وإسبانيا، وهي التي تمتلك 49% وقد لا يعبر الغاز مجددا عليها. لو غلقت شركة سوناتراك الغاز عليها عبر أنبوب ميرغاز، فالغاز المنقول من الجزائر نحو إسبانيا يمر عبر هذه الشركة، أي أن سونشيز حينها سيصبح في إسبانيا أمام شعبه المتسبب الأول في أزمة غاز عندما يقطعه